Welcome our dear students of grade 2. Our lesson today is lesson number 22. Lesson number 22 is related with the previous lesson, lesson number 21. النهاردة معادنا مع lesson number 22 وده مرتبط بشكل كبير بلسن number 21. في 21 لو انتوا فاكرين اتكلمنا على ones, tens and hundreds. النهاردة هنتكلم على value and place value. خلي بالكم لازم نفرق جدا بين الـ two words value and place value. value أكني بستخدم أداة الاستفهام how many، أنا بسأل بكام، يعني أنت عندك كام سنة، يبقى دي هنا الـ value. لكن الـ place value we ask about place، أنا بسأل على مكان، واضح أهو من كلامها زي الإنجليش، أنا بسأل على place، يعني بس هستخدم where، يعني أنت ساكن فين، عنوانك إيه، نفس الحكاية، أنا أي digit عندي جوه النمبر ليها حاجتين، ليها value وليها place value. place value بقى أنا هتكلم على ones, tens, hundreds, maybe thousands, and so on، لكن الـ value ها هي بكام؟ هي ب 7 ب 70 ب 700 and so on. خلينا نتكلم على الموضوع ده بسرعة، بس الأول خلينا نعمل revision بسرعة على ال daily routine. our daily task ها our mass calendar ها days of the week. 7 days are in a week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. ها 12 months are in a year. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. 12 months. Okay. Our lesson today is lesson number 22. So we make a circle around number 22 to count how many days we have been in the school. طيب بعد ما خلصنا الديلي روتين تعالوا بسرعة نجري على السيشن بتاعتنا واللي هنتكلم فيها على value and place value. ويلا نبتدي السيشن بتاعتنا النهاردة lesson number 22 اللي هنتكلم فيها على value and place value. وانضمت لينا الجميلة نوجا. ويلكم نوجا، عاملة ايه؟ خدنا بالنا يا نوجا من الفرق بين الفاليو والبليس فاليو؟ ايوه. الفاليو وي توك اباوت نمبر، بتكلم على قيمة، تمام؟ أيوة. لكن البليس فاليو بتكلم على ايه؟ على البيت بتاع النمبر. أيوة. على الهاوس بتاعه، تمام. يلا يا نوجا بسرعة، بيقول لي رايت ذا فاليو. هنا سألنا على ايه؟ على الفاليو، يبقى هو عايز يسأل ايه؟ ها؟ بكام؟ برافو عليك يا نوجا. Write the value of 7 in each number. تمام. طيب تعالي نقرا النمبر الاولاني. ها. 70. انا قلت نقرا النمبر كله. ها. 572. تمام. Well done يا نوجا. 572. خلينا اقول الاولى دي يا نوجا، تمام؟ ال 7 هنا فين؟ في ال 10s. ال value بتاعتها 70. ايوه. تعالى نقرا النمبر الثاني. 587. سمعت يا نوجا انا قلت ايه؟ 7 ولا 70؟ لا 7. يبقى الفاليو بتاعتها 7. عشان في الوان. برافو يا نوجا. ها 790. في يبقى 700. ويل دان يا نوجا. خلي بالك، خدت بالك ان احنا في الاكسرسايز ده مين اللي مشانا؟ لا اللي مشانا ها اور ايرز، ودنا هي اللي مشتنا، سمعنا. أيوة. طب تعالي كده. ها وات ذا فاليو اوف ديجيت 7. تعالي الاول ها ريد ذا نمبر. ماشي. 750. وات ذا فاليو اوف 7؟ 700. انا سمعتها 700، وانا كمان، وانا عارف وانت عارفة واصدقائي كمان عارفين ان ال 7 هنا فين؟ في ال hundreds. ها 367. ها what is the value of 7؟ 7. ها why يا نوجا؟ ليه بقى؟ عشان في ال 1. برافو يا نوجا. ها because its place value is 1. ها 200. أيوة. 71. Well done. add 7. انت قلت ايه؟ 70. يبقى الفاليو بتاعتها كام؟ 70. طب لو قلت لي بقى البليس فاليو اوف ديجيت 7 ها ان ذس نمبر 10.
تمام tense. برافو عليك يا نوجة. يبقى هنا احنا بنتكلم على ال place value مكانها، لكن ال value ها هي بكام؟ ها أيوة يلا ها 300 تمام 71. اه what is the value of digit 7؟ 70 تمام tens. برافو يا نوجة. وال place value بتاعتها tens. ها read this number 200 700 أيوة and 2 أيوة. What is the value of 7؟ ها 700 تمام. احنا لما عملنا لها reading we listen 700 يبقى 700. ولو حد من اصدقائي شطور كده زي نوجا عارف ان 2 ان 1s 0 ان 10s and 7 ان 100s، وال7 اللي في ال 100s الفاليو بتاعتها 700. يلا ها 957 تمام. what is the value of digit 7؟ 7 عشان في ال 1. برافو يا نوجا، well done نوجا. ها يلا بسرعه 371 72. تمام. what is the value of digit 7 in tens؟ 70 excellent. ها 327 تمام 327. what is the value of digit 7؟ 7 well done. ها 732 تمام. what is the value of 7؟ 700 well done يا نوجة. خدنا بالنا من 3 numbers دول اللي في الآخر، ها 372 327، هم نفس النمبرز عندهم نفس الديجيت ال 7 بالظبط. ال 7 وال 3 وال 2 نفس الديجيتس، بس مرة كانت 732 مرة 372 مرة 327. ليه؟ لأن ال place value of each digit ها change from a number to another. نفهم من كده ايه يا نوجة؟ لما ال place value بتاعة الديجيت بتاعتي بتتغير، أيوة أكيد ال value بتاعته بتتغير. according to the place value. يبقى لما ال place value بيحصل فيها change لازم كمان ال value كمان تعمل يحصل فيها ايه؟ change. تمام يا نوجة. يلا بسرعة another example. ها ايه رأيك بقى في الفزورة دي؟ يلا نحل سوا. يلا what is the number؟ يبقى احنا عندنا number the hundreds digit is 7 تمام. احنا تعالي كده من ساعة بعض، يبقى انا عندي hundreds. ايوة ها. what is the place before hundreds؟ مين اللي قبل hundreds؟ tens. ها ايوة we the ones. والorder ده يا نوجة ممكن يتغير؟ لا from the right ones tens hundreds. أيوة. تمام. طيب تعالي بيقول لي the hundreds digit is 7، يبقى 7 دي هنحطها في 700 تمام. we must put it in hundreds، هحطها 7. the ones digit is 0، يبقى الزيرو ده فين؟ في ال 1 تمام. ها the tens digit is 9 في ال 10. طب يلا يا نوجة read this number 790 well done يا نوجة. شفت نوجة عملت ايه؟ she put each digit in its place، حطت كل digit في البليس بتاعها. ال hundreds في ال hundreds و ال zero في ال ones and so on. تمام يا نوجة؟ تمام. what is the number؟ ها يبقى تمام تاني عندنا ones tens and hundreds. ها what is the hundreds digit is 4. ها 400 4 in hundreds تمام. the ones digit is 3، يبقى ال 3 في ones هيبقى 3 تمام. and the tens digit is 8 ال 8 في tens تمام. ها read this number نوجة please. ها 400 تمام 83. طب احنا قلنا ليه 400؟ ها وال 8 اللي في ال 10 قلنا عليها ايه؟ 80 وال 3 وال 3 اللي في ال 1s 3 زي ما هي. ويل دان يا نوجة شطورة جدا. شكرا شكرا. what is the number؟ ها the hundreds digit is 5، يبقى ال 5 فين؟ 500
طيب والفايف هتبقى فين؟ at the right ولا at the left؟ في الآخر. تمام well done. ها the ones digit is nine. nine في الوان. تمام right. تمام ها the tens digit is eight. في التنز. تمام ها read this number. 589. well done يا نوجه. يبقى احنا في السيشن النهارده اتعلمنا ان في value وفي place value. ايوه place value احنا بنتكلم على واضح من الكلمه place بنتكلم بالظبط بنتكلم على الهوم او البيت او place بتاعها لكن الفاليو بنتكلم هي بكام. well done يا نوجه. يلا بسرعه خلينا نكمل السيشن بتاعتنا. Let's complete our session and another exercise. Circle the value of the red digit. تمام هنا هيديني ال red digit تمام اللي هي ها ال 5 ال number بتاعي 519. تمام انا عارف ان هنا تمام ادي ones from the right يبقى 9 in ones ها 1 in tens وادي ال 5 تمام. What is the value؟ هنا قال لي ايه؟ قال لي value بيسالني على المكان. What is the value of 5؟ طب ال 5 هنا فين؟ تمام في ال hundreds. تمام What is the value of 5 in 100؟ تمام 500. Well done. 672 وادي الريد ديجيت اللي هي ال7 تمام ها تمام يبقى الاول لازم اعرف البليس فاليو هي فين ال7 2 ان وانز اند 7 ان تنز تمام اند 6 ان هندردز ها وات از ذا فاليو اوف 7 ان تنز تمام 70 برافو عليكم ها 800 90 خلي بالك هنا كانت 19 1 and 9 1 and 9 يبقى 19 لكن 9 and 0 90 تمام 890 وادي الريد ديجيت تمام ها ones tens hundreds يبقى what is the value of 9 in tens تمام يبقى 90 تمام خلينا نكمل Circle the value of red digit. ادي ال red digit اللي هي ال 6 564. عود نفسك دايما اي نمبر اعمل له reading هيسهل عليك جدا. 564. انت سمعت 60؟ اهي تمام 60. تمام ها 602. What is the value of digit 0؟ دي مهمة جدا في كتير من أصدقائي يبقى عندهم mistakes في الموضوع ده. طب هنا الـ 0 بالـ value of digit 0 equals 0 or 10 ولا 100؟ في حد من أصدقائي يقول لي يا مستر أكيد 10. هقول له ليه؟ يقول لي عشان هي في الـ 10s. تمام في عندنا هنا في بارت صح والبارت التاني أكيد رونج. ليه؟ هنا فعلا الـ 0 في الـ 10s بس هل الـ 0 في الـ 10s الـ value بتاعته بـ 10؟ امال ال1 تبقى الفاليو بتاعته بكام؟ لا the value of digit 0 in any place ها is 0. الزيرو في اي حته الفاليو بتاعته بزيرو. يجي في الوانز its value is 0 at tens its value is 0 لو في الهندردز كمان بزيرو راح الثاوزند المليون التن هندرد 0 يبقى the value of digit 0 اول ما يقابلني الزيرو في اي حته الفاليو بتاعته بزيرو. يعني لو كان في ال 100 بزيرو، لو كان في ال 1000 its value is 0، في ال 1s its value is 0. اوكي علشان ما تعملناش problems تاني. ال 0 its value in any place is 0 تمام. ها 841 زي ما قلنا السيشن اللي فاتت انا مش عارف ادي الفور رايت فور ها واشوف الديجيتس اللي قبلها هاو ميني ديجيتس بيفور نمبر 4 قبل منه كام حاجه اهي ادي 1 حاجه واحده مش مهم نمبر 1 او اي نمبر يبقى على طول ها احط مكانها ايه 0 يبقى 40 وانا عارف كمان ان هي في التنز يبقى 840
The value of digit 4 is 40. دي كانت السيشن بتاعتنا النهارده lesson number 22 اللي اتكلمنا فيه على value and place value. ما تنسوش تعملوا لايك وشير لكل فيديوهاتنا وتمنشنوا كمان لاصدقائكم علشان توصلهم كل الحلقات وكلنا نستفيد من السيشنز اللي بتعملها لنا السكوله وممكن هتلاقوها كمان على قناه السكوله كيدز. دي كانت السيشن بتاعتنا النهارده اللي كنا فيها على فاليو اند بليس فاليو. اشوفكم ان شاء الله في السيشن الجايه مع ليسن نمبر 23. باي باي.